نعم. قول بعض العلماء على كتاب درقوق للسنن انه بيت المنافير، هل هذا يعني يدل على درقوق انه جمع فيه الحديث فيه غرائب؟ نعم صحيح صحيح، الدارقطني رحمه الله في سننه لم يقصد إرادة الحديث الصحيحة، وإنما يقصد إرادة ما في الباب. فإذا قول من قال بأن هذا الكتاب مجمع للأحاديث المناكير صحيح، هذا الكتاب مجمع للأحاديث المناكير، والدارقطني رحمه تعالى لم يقصد هذا الكتاب إرادة ما صح في الباب. وكان كذلك إذا صح حديثا في هذا الكتاب لا يعني التصحيح المطلق، قد يقصد التصحيح النسبي، وهذا أمر يجب التفطن له. كذلك التحسين عند الأوائل ليس هو التحسين عند الأواخر، الحسن عند الأواخر قسيم للصحيح، حسن عند الأوائل ليس قسيما للصحيح، وليس له عند الأوائل مصطلح خاص. كذلك النسبة للترمذي، ودائما نبه كثير من المتأخرين قرأوا الترمذي وحسنه، قرأوا الترمذي وحسنه، وهذا لا دليل عليه. الترمذي قال حسن لا يعني الحسن اللي هو قسيم للصحيح، لا يعني الحسن اللي هو قسيم للصحيح، لكن حمل الصلاح الترمذي على الصلاح المتأخرين، فأوهم السامع بأن الحديث صحيح، وهذا غلط. الترمذي رحمه تعالى إذا قال حسن قد يقول حسن غريب يقصد الضعف عادة، وقد يقول حسن يعني أنه روي من غيري وجه، لكن لم يقل الترمذي في جامعه بانه صحيح، انما روي من غير وجه، قد يكون حسنا على المعنى المتاخر، قد يكون صحيح، قد يكون ضعيفا، قد يكون منكرا، لكن لا تقول عن الترمذي بانه حسن توهم المتلقي المنهج المتاخر بمعنى انه صححه.